السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ نزهة مراكش. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا تحضيري لواحد الكيك اللي كيجي ساهل وكيتنجز يعني في كما كنقولوا في اخر لحظه وكيجي زوين وبسيط في المكونات ديالو. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا المكونات. هما الاولين عندنا كاس الليمون، هذا الكيك غنديروه بالليمون. عندنا كاس كبير ديال الليمون، جوج بيضات، غادي نحتاجو واحد جوج صاشيات ديال الخميره سنيده، كاس مع عمرش ديال الزيت، واحد صاشيه ديال الروح ديال البرتقال، وعندنا هنا جوج حتى ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق الفورص العادي. انا هنا درت ثلاثه حتى نشوف شحال غتهز ليا على حسب الدقيق كاين اللي كيشرب وكاين اللي كيبقى عادي. وبطبيعه الحال غادي نحتاجو واحد السيرو اللي غادي نسقيو بها الكيكه من بعد ما غتخرج من الفران، كاس مع مرش ديال الليمون، وغادي نحتاجو معاه جوج معالق ديال السنيده، ونقدروا نضيفو معاه شويه من هاد النكهه ديال البرتقال اولا نخليو غير البرتقال العادي. فبسم الله غادي نبداو الكيكه ديالنا. كما كتشوفوا فهاد الكيكه غنديرها انا في هاد المول هذا اللي صغير ماشي كبير، لان انا كندير هاد المول الصغير حتى كتقادو وكنعاود اخرى باش ما تبقاش الكيكه تبطى عندي. فهاد المول هذا انا كندير فيه هاد المقادير اللي كتشوفوا. طبيعه الحال الا كان عندكم مول كبير غتضاعفوا الكميه ديال المقادير. بسم الله نبداو باول حاجه. هنا ما غنحتاجش انا لا ما غندير نحتاج لا ضراب كهربائي لا ندير الخلاط الكهربائي، فانا غنديرها غير بهذا الضراب اليدوي فقط. فبسم الله نبداو بالبيض. نلصقات ليا هنايا غنضربو هادي مزيان، هاد الخليط هذا كما كتشوفو، فغنضربوه مزيان حتى غيتخلط لينا من الجانب، ومن بعد غادي نضيفو المقادير الأخرى. هنا أنا البيض أنا خرجتو كما كتشوف، أنا البيض خرجتو من التلاجة على اتساع، فالبيض الا كان بارد بزاف راه ما كيطلعش الكيك. وغادي نستمر هكا حتى غادي نخلطو مزيان ونحطو على واحد الكريمه ديال البيض والسنيده والزيت. صافي، من بعد ما ضربت هاد البيض والسنيده والزيت كما كتشوفوا، فهنا حصلنا على كريمه. غادي نزيد موراها ليمون، هاد النكهه ديال البرتقال اللي كتجي زوينه، هاد السكر هذا ديال البرتقال كيجي زوين المذاق ديالو. انا ما غنديرهاش كامله لان غادي نخليه ما نزيد في السيرو، وكتجي ريحه البرتقال مركزه هاد الكيك هذا. عافية ديال البرتقال. ودابا غادي نزيد الدقيق اللي عندي بشوية بشوية، الفرص بطبيعة الحال راه كيكون مغربل من قبل. نزيد شوية لينا بقى
كنظن ان العجينه ديال الكيك راه مزيانه دابا كما كتشوفوا، فهي ماشي عقده وماشي مسلوقه بزاف. صافي، ودابا غادي نزيد معاها الخميره كيماويه. هاد اثناء انا راه شعلت الفران باش ندخل فيه الكيكه. صافي، غادي نخلي هاد الخميره هادي تدور مزيان هنايا، وغادي ندخل الكيك ديالنا للفران. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقيو به الكيكه، فهنا درت كما شفتوا كاس الليمون، وغادي نضيف معاه تقريبا معلقه عامره ديال السنيده. انا كنت قلت لكم جوج، ولكن انا راح ندي الليمون حلو بزاف، مابغيتش نزيد الحلاوه كثيره. وغادي نضيف كما قلت لكم هذا اللي بقى ليا من الساشيه ديال نكهه البرتقال، زهره البرتقال. صافي، وغادي نخليو كما كتشوفوا يغلي. نسيت ما زدت معاه واحد، غنزيد معاه واحد شويه ديال الماء، نص كاس تقريبا، وغادي نخليه يغلي. غادي نخليوه يغلي مزيان، ومن بعد غادي نبدا نحركو فيه بشويه بشويه باش يتعسل لينا اولا يولي بحال السيرو. فالكيكه انا درتها على درجه ديال 200 درجه، وشعلت غير الفوق وخليتها غادي تاخذ وقتها باش تحمر ليا من التحت، وفي نفس الوقت غادي تاخذ اللون من الفوق. ديال عصير البرتقال كما كتشوفوا، فمن بعد ما غلى انا نقصت عليه البوطه باش يعقد لينا مزيان كما كتشوفوا. غنبقى نحركو مره مره غير بالتدريج هكا، غير بهذا الباتور هذا اليدوي، نبقى نحركو غير باش داك السكر ما يتكتلش ليا لتحت ويدوب مع العصير الليمون. اون فوا غادي نشوفو راه عقاد، غادي نزولو لان خصي هاد السيرو هذا يبرد ليا عاد باش يمكن ليا نحطو فوق الكيكه لي تخرج سخونه. فميمكن لياش نديرو هو سخون، غادي يخسر ليا الكيكه من الداخل. فانا غنخليه حتى يعقد ومن بعد نطفي عليه ويبرد على خاطرو. الكيكه هي كما في المرحله الاخرى اللي حضرت معكم، ما تصوروش اللون ديالها والشكل ديالها اللي جا زوينه بزاف، وحتى اللون ديالها كما كتشوفوا فهو محمر وذهبي. انا راه سقيتها بهذاك السيرو اللي حضرنا ديال الليمون وديال
السنيده ونكهه البرتقال، سكر البرتقال. فما كتشوفوا فهي كتجي بحال يما السله من الفوق، وانا زدت عليها هذا الليمون هذا كما غابيل بنا هذا الكيكاره ديال الليمون كما كتشوفوا. نتمنى الكيكه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وبطبيعه الحال الاشتراك في قناه مطبخ نزهة مراكش مع تفعيل الجرس، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه من الحلقات ديال مطبخ نزهة مراكش ان شاء الله.